مساء الخير ومساء الأمل والعمل، الأمل في بكرة أحلى والعمل في أرض الله، ودائما الأرض بيكون عنوانها عظماء مصر، الفلاحين والمزارعين في كل مكان. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بيت الخبرة المرشد الزراعي. حلقة النهاردة هي حلقة محصول الخير، القطن، الذهب الأبيض اللي فيه ارتباط شرط كده وروحانيات خاصة بزراعة القطن عند المصريين من قديم الأزل. هقول حاجة ساعات بنسمعها كتير من أهالينا المزارعين، يقول لك أنا حابب أزرع قطن حتى لو ما جابش همه. لا، المنظومة الجديدة وتدخل الدولة بقوة خلتك تزرع قطن وانت مرتاح وعندك أريحية، وهيجيب إن شاء الله تعالى همه وربحية عالية كمان في ظل المنظومة التسويقية الجديدة. شفنا ده يعني رؤى العين أو بعنينا من محصول اللي قبل العام اللي قبل الماضي وصل الأمطار فيه 1600-1700 بالكتير، وصراحة ناس كتيرة دفعت ضريبة ده لأن ده رقم غير عادل. لما تدخلت المنظومة التسويقية الجديدة العام الماضي وصل إلى الأمطار حوالي 6000 جنيه، ما تراوح ما بين 5 و6، ويعني المعدل مرضي جدا جدا. شجع الناس السنة دي إن شاء الله هتكون المساحة أعلى وأكتر، وهنكلم على السياسة الصنفية الجديدة، هي الأخطاء اللي وقعوا فيها أهالينا مزارعي القطن العام الماضي نتجنبها علشان خاطر زيادة في الإنتاجية وبالتالي زيادة في الربح. على محصول الخير حلقة النهاردة، هننتظر تليفوناتكم علشان كل طلباتكم وأوامر يرد عليها ضيفي الكريم اللي مشرفنا النهاردة في بيت الخبرة، دكتور عماد عبد العظيم عامر، باحث أول بقسم بحوث تربية القطن بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعي. أهلا بك يا دكتور، شرف وضيف وجودك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. محصول الخير، الكلمة أكيد حضرتك بحكم التخصص كمان بتسمع الكلمة اللي أنا قلتها، يقول لك أنا عايز أزرع قطن حتى لو ما جابش همه. ده حقيقي. ده بجد صح؟ ده حقيقي. إيه العشق ده؟ هو القطن أولا يعني محصول توارثناه من خلال الأجيال اللي فاتت، يعني لو إحنا كنا بنزرع تقريبا 25% من المساحة الزراعية في مصر كنا بنزرعها قطن، حوالي 2 مليون فدان لما كانت الزراعة كلها 8 مليون فدان. فكان فعلا محصول يعني هو رقم واحد في مصر. صح. كان هو الخير، كان الناس بتستنى لو تتفرج على الأفلام القديمة يقول لك ايه ده، احنا هجوز الولد، هعمل البنت، هبني البيت، هعمل كل حاجة. صحيح. كانت هسدد ديوني، هعمل مش عارف. كان كل حاجة مرتبطة بالقطن. صح. لأنه محصول كان ذو عائد مجزي جدا للفلاح، رغم أنه كان في الوقت ده يعني كان مرهق للفلاح، بيقعد حوالي كان 8 شهور أو 9 شهور في الأرض. كان المحصول، الأصناف اللي كانت بتزرع وقتها كان محصولها قليل، ولكن كان العائد بتاعه كبير جدا ومجزي جدا، خاصة لسمعة القطن المصري. صحيح. في الأسواق العالمية كانت البورصة المصرية هي المؤشر للبورصة العالمية في القطن، لأن كنا احنا المنتجين الأساسيين للأقطان المتميزة في العالم. صحيح. وكانت إنجلترا يعني عاملة الجزء كبير من مصانعها شغال على القطن المصري. فكان ده اللي عامل تقل للمحصول. وكان مجزي اقتصاديا عشان كده، لانه كان محصول تصديري بالمقام الاول. طب ايه اللي خلينا لازم، بما عندناش رفاهيه الاختيار، لازم نهتم ونزرع قطن بمساحات اكتر واكتر في الفتره دي، خصوصا المقاومات اللي حضرتك بتقولها بدات تتوفر، يعني الصنف اعلى والجوده اعلى. الحقيقه القطن ليس محصول يعني احادي الغرض او ثنائي الغرض. القطن منظومه متكامله زي قصب السكر. المفروض يعني، او احنا عارفين ان القطن ده زي القصب، ما فيش حاجه فيه بتترمي. يعني بنبدا من بناخد النباتات بتتجني، بناخد الزهر نحلجه في المحالج، ناخد منه الشعر. صحيح. ده بيدخل في الايه، في الغزل والنسيج. بيتبقى كذا مكون، بيتبقى الحطب، ده بيتعمل منه بيتكسر وبيتهرس في مكان خاص وبيتعمل منه الخشب الحبيبي. البذرة بتروح حاجتين، بتروح المعاصر تطلع منها زيت. يعني كان في وقت من الأوقات مصر ما كانتش بتستورد زيت، وكان الاعتماد الأساسي لما كنا بنزرع 2 مليون فدان كان الاعتماد الأساسي على زيت بذرة القطن. وبالتالي كان في مصانع الزيوت والصابون والكزب اللي ناتج بقى بعد ما بنخلص ونعصر ونحصل على الزيت. الكزب اللي ناتج ده كان بيبقى عالي القيمة الغذائية، عالي البروتين بالنسبة للمشية.
فكان ما فيش حاجة بتترمي في القطن ده خالص. يعني زي ما حضرتك شفت من العود النبات اللي هو بيتكسر ويتعمل خشب إلى البذرة اللي هي بتدخل في مصنعة الكزب كعلف حيواني. على ذكر كلام حضرتك كان أهالينا يقول لك القطن أو عود القطن هو النخلة الصغيرة، كل حاجة فيها لها استثمار ولها فايدة. صحيح، زي برضو القصب، القصب السكر زي ما حضرتك عارف. يعني في دلوقتي يعني هو القصب لسه حافظ نفسه، ولكن القطن حصل ليه تدهور شوية، إنما القصب برضو كان في محافظات كاملة في الصعيد قايمة على زراعة القصب وصناعته، وشركة السكر وصناعات التكاملية يعني بتطلع منتجات كتيرة جدا. صح، نفس اللي كان بيحصل في القطن، ولكن القطن يعني إن شاء الله راجع لمكانته الطبيعية. إن شاء الله. وزي ما بقول لحضرتك ده يعني محصول استراتيجي بيتطلب عمالة عالية وبيستوعب جزء كبير من العمالة في خلال مراحل تصنيعه أو من زراعته إلى تصنيعه، فيعني الاهتمام به بيرفع الاقتصاد كمان. عندنا معهد بحثي خاص ببحوث القطن، وحضرتك واحد من السواعد الموجودة داخل هذا المعهد، يعني بنوجه لهم التحية في استثمار العلم ومجهودهم والمتابعة، وعلشان يطلع صنف جديد أو يعتمد لنا صنف جديد ده بياخد سنين يا دكتور. طبعا. صحيح؟ طبعا. إيه بقى الأصناف الجديدة؟ وحابين نحكي عن الرحلة دي في خطوط عريضة. الرحلة دي يعني محدش يعرفها ومحدش يقدرها، لأن إحنا بنبدأ يعني مثلا إحنا سنة 2000 أو 2001 بدأنا مثلا تهجين، بنختار أباء اللي هي الأصناف المعينة اللي احنا عاوزين الصفات اللي فيها ناخدها وندمجها في صنف واحد. فبنختار الأباء بناء على احتياجاتنا احنا في الدولة. يعني أنا عاوز مثلا صنف ذو إنتاجية عالية، فأختار أباء إنتاجيتها عالية. عاوز جودة عالية، أختار أصناف جودتها عالية، بحيث لما أدمج ده مع ده يديني صنف أعلى من القطبين اللي خدتهم. فببدأ أهجن، وتاني سنة أزرع الهجين الناتج اسمه F1، وأبدأ معاه أتابعه وانتخب. يعني إحنا في مصر في حاجة بنتبع برنامج اسمه التهجين المتبوع بالانتخاب المناسب. يعني بنعمل إيه؟ يعني كل سنة بنزرع، بننتخب ونزرع المنتخب وعنا على الصفات، الصفات اللي احنا عاوزينها كمربي للقطن. لحد ما حوالي ومنها كمان ان انا استاذنك نستمتع بالرحله دي كامله، ولكن طلنا على مشرفنا بالاتصال الحاج انور من البحيره. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ طه، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك وضيفك الكريم، تحياتي لك. اهلا بحضرتك. والله احنا زرعنا القطن السنه دي وجمعنا اول جمعه استاذ طه لحضرتك. سمعنا بس؟ سامع حضرتك، اتفضل. والحمد لله يعني المنظومه خدنا على 500 و5400. فبما ان في المنظومه الثانيه الجامعه الثانيه خدت بالك طبعا دخل فيها التجار وبتاع، خدت بالك عملي اول ما زاد 5090 فاترفضت المنظومه، الناس ما رضوش يعني احتجوا عليها. ونفاجئ الاسبوع اللي فات ده استفتاها، خدت بال حضرتك ان اتنظمت كلها في المجمع كلته ب 4000. هل الكلام ده يعني ما ينفعش خالص مع الفلاح وكده؟ الناس طبعا زعلانه كلها وحزينه، ازاي من 5000 نبقى حاطين كده على 6000 وبتاع، ونتفرجوا ده وقع ب 4000 امبارح يوم الخميس اللي فات اخر منظومه بالبحيره في مركز ابو حمص. طيب هو حاج انور ده مش بيبقى عرض وطلب ومزايده علنيه؟ يعني ده اللي احنا عارفينه عن المنظومه المنظومه اول مره قالوا 5090 اترفضت، ما رضاش خدت بالك بتاع المنظومه، قال لك لا ده ظلم للفلاح. تمام. بعدها باسبوع اللي لاقوا ان هي نزلت من 5000 اللي ما كانش موافق، نزلت بقت 4000. ما انا طبعا مش بدافع عن الفكره، ولكن هي احنا في نظام سوق اقتصادي حر، بمعنى ان هو عرض وطلب. ففي ضيف الكريم كان بيقول لك قبل الهوا كنت بساله على اعلى سعر للامطار، قال لي 6000 جنيه في بعض الاماكن، وبدا الكيرف ينزل، وكان بدا ب 4.5 و5 و6. الشاهد من كلامي ان ده عرض وطلب ومزايده علنيه، هي مش كانت علنيه؟ لا. طيب وهتعرف برضو الاستفسار أكتر من الكنترول، وبعد الفاصل هنكمل مع ضيف الكريم وعن محصول الخير القطن المصري. استنونا في بيت الخبرة المرشد الزراعي.
مشاهدينا بجد بحضركم تحية مرة أخرى في بيت الخبرة المرشد الزراعي، وما زال الحديث متواصل عن محصول الخير القطن المصري. أتكلم مع ضيفي لأهم السياسة الصنفية وكمان دور حد تربية بحوث القطن عن ماذا يقدم إلى مزارعي القطن. رحب بضيفي دكتور عماد عبد العظيم، عامر باحث أول بقسم بحوث تربية القطن بمعهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعي. أهلا بك يا دكتور. أهلا. كان الحاج أنور قبل الفاصل بيسألنا على التغيرات اللي حصلت في القيمة السعرية بتاعته، فين بقى المعلومة الأكيدة يعني بحكم خبرتك؟ والله يعني المعلومة الأكيدة دلوقتي يعني احنا لينا عتاب على الحاج أنور، ايه اللي مأخرك لحد دلوقتي؟ يعني احنا في شهر هو يقدم محصوله بالظبط. يعني احنا في نعتبر في اواخر شهر ديسمبر. يعني انت جاني بقالك اكتر من شهر وشويه، فانا بقول له ايه، انت التاخير بتاعك ده هو اللي تسبب في انخفاض الطلب على محصولك، لان معظم الشركات اخذت متطلباتها واحتياجاتها في من الجانية الاولى المبكره، وكل ما كان بدري كل ما كان السعر عالي. تمام. الحاجة الثانية ان التأخير في الجني او ده ممكن يكون الجنية الثانية ودي بتبقى رتبتها اقل. طبعا. لذلك عندنا القطن قيمته بتتحدد حسب النظافة وحسب الرتبة بتاعته. تمام. التأخير في الجاني بيؤدي إلى، أو الجانية الثانية بالذات عشان متأخرة، بيؤدي إلى زيادة الإصابة بديدان اللوز، وديدان اللوز دي بتخفض الرتبة وبتبندق اللوز، بتخلي حجمه صغير وبتأخر التفتح أو ممكن تمنع التفتح خالص للوز. فالفلاح علشان ممكن ينتش الفصوص اللي هي موجودة وخلاص ويسيب الباقي، فده بيأثر على الرتبة بشكل كبير جدا، وبالتالي بيخفض السعر بدرجة كبيرة. تمام. مشرفنا بالاتصال من اهالينا من الشرقيه الحاج محمد، اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اتفضل. طبعا يا دكتور. اهلا بيك، بيبلغك السلام. اتفضل. سامعك يا دكتور. امرني. طلع على النبي. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي مشكله دلوقتي، بقعد معاك بقى الوقت شهري ولا شهر. اتفضل. كله مطنش يا دكتور. ايه؟ ماشي يا دكتور، الوقت عندي مشكله جامده. اتفضل سامعك. اتفضل. الوقت بعد وادي القطن جوه المجمع. انا مش سامع حضرتك بوضوح، معلش استاذنك اتكلم بوضوح. المجمع دكتور، القطن وادي المجمع. القطن وادي المجمع. القطن مش مجمع. وديت المجمع. ايوه وديت المجمع. وديت المجمع. تمام. تسويق. تمام. المهم خدوا مني رقم الحياه، خدوا مني الحياه وصلت الحياه والبطاقه. تمام. والبطاقه يا دكتور ماشي معايا. خدوا عمل علم زال حضرتك ايه وزنت ايه القطن وادي القطن. طب انا يعني يا دكتور انا سامعك والله. اتفضل اتفضل. طيب استاذنك كل التفاصيل دي اقولها، بس هكمل معاك التليفون في الكنترول وهيبلغونا بمشكلتك، وان شاء الله تعالى لها حل باذن الله. هو واضح ان بس مشكله فيها حاجه اداريه او حاجه. يعني هرجع للمعهد والسياسه الصنفيه الجديده او الاصناف الجديده اللي تم استنباطها. احنا في معهد بحوث القطن دورنا الاساسي هو استنباط أصناف جديدة عالية الجودة، عالية الإنتاجية، مقاومة للظروف البيئية المعاكسة، مقاومة للحشرات والآفات، لها مدى عالي من الأقلامة. ده الهدف من قسم بحوث تربية القطن. في قسم تاني اسمه قسم محافظة على أصناف القطن، ده وظيفته أنه بيحافظ على الأصناف التجارية الموجودة، بمعنى أنه ما بيخليش الصنف يتزرع السلالة الموجودة في السوق أكتر من 3 سنين عشان بتتدهور وصفاتها بتضيع، فبتشز عن الصنف الأساسي اللي احنا إيه عاملينه. الحاجة التانية أنه بيعمل إكسار باستمرار لبذرة المربي عشان يبقى فيه بذرة حديثة عندنا، وبيتابع بقى الأصناف التجارية دي عند المزارعين، شوف إيه مشاكلها وإيه طرق التغلب عليها. ومن خلال قسم بحوث تربية القطن الحمد لله نجحنا في آخر 6-7 سنين في إنتاج 4 أصناف من أعلى الأصناف جودة ومحصول. بدأت بالصنف جيز 94، ده صنف طويل بيتزرع في الوجه البحري في وسط الدلتا، وصنفين ومعاه صنف تاني برضو
ده احدث شويه، جيزه 97 ده برضو طويل بحري بيتزرع في الوجه البحري. الصنفين دول اعلى محصول يعني في 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 الاصناف المصريه، وصل ل 14 و15 انتار للفدان عند الناس، بالاضافه الى ان نسبه التصافي بتاعه عالي. التصافي يعني ايه؟ يعني فدان انتار الزهر دون بيطلع بعد ما يتحلق قد ايه شعر. فكان الاول يعني نسبه التصافي بتبقى 33% وكان الانتار الزهر بيطلع انتار شعر او اقل. الوقت الاصناف الجديده دي وصلت لانها وصلنا ل 40 و41% زي 94 جيزه 94 وجيزه 97، وده عمل يعني بيفيد، مش بيفيد المزارع قوي ولكن بيفيد الغزال، لانه نفس الانتار بيشتريه بنفس السعر ولكن بيطلع منه انتاجيه اعلى، وزن اعلى من الشعر، فبالتالي بيفيده في عمليه الغزل والنسيج. دول الصنفين اللي هم الجداد. في صنفين للوجه الطويل، وجه ابلي، احنا عندنا ثلاث مجموعات في قسم التربيه، مجموعه فائق الطول، مجموعه طويل بحري، مجموعه اصناف طويل ابلي. تمام. احنا ليه عاملين التوزيع دي؟ لان في حاجه عندنا في محصول القطن اسمها التفاعل المعنوي بين الاصناف او التراكيب الوراثيه والبيئه. بمعنى اني ما اعرفش اعمل صنف واحد لكل المناطق، فلازم الصنف ده عاوز احتياجاته في المحافظه دي وهنا، اللي بيتماشى مع نوعيه التربه وجغرافيه المكان والحراره والعوامل. بالظبط، العوامل الجويه اهم من التربه. فعشان كده في حاجه اسمها الزونيشن او تخصيص صنف لكل منطقه جغرافيه. فاحنا عندنا فائق الطول، اصناف فائقه الطول، في منها احدث صنف ليها جيزه 96، ده صنف عالي الانتاجيه برضو، صفات الجوده فيه عاليه جدا، نسبة التصافي برضو وصلت ل 40% ودي ما حصلتش في الأصناف فائق الطول. ده أول صنف نكسر به الـ 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 ده بيتزرع في وجه إبلي؟ بحري. بحري. اللي هو جيزة كام يا فندم؟ 96 ده صنف فائق الطول، بيتزرع في المحافظات اللي هي الساحلية. تمام. البحيرة ودمياط ويعني الحتت اللي هي وكفر الشيخ، الحتت الساحلية، عشان بيتطلب نسبة عالية من الرطوبة. ف 96 ده من الأصناف اللي كسرت الارتباط السالب ما بين المحصول وجودة التيلة، وده يعني كان تقدم هايل جدا، وإن شاء الله يزيد في الـ في, الـ في الأصناف فيقود طول بعد كده إن شاء الله. وفي صنفين للوجه الكامل الأصناف، ولكن أستاذنك مشرفنا بالاتصال. حاج أشرف من أهالية من كفر الشيخ، أهلا بيك. اتفضل. كليه علي بس ربطتك استاذنك الصوت. كان لحضرتك تعليق، اتفضل سامعك. بقول تعليق صغير على سعر القطن، بيقول عليه يعني على سعر على سعر القطن. تمام. كان هي كان الاوسطيه قبل طلع 4600. اتفضل. طب انا يعني يا حاج اشرف استاذنك، بس يعني في حته يكون فيها شبكه كويس يعني عشان اسمعك اوضح من كده، او تواصل مع الكنترول، او تواصل مع الكنترول وهيبلغنا بسؤال حضرتك وهنعرضه على الهواء دلوقتي، علشان انا الصوت عندي في الاستوديو مش واضح. كمان ردا على السؤال اللي ساله الحاج محمد اللي بيتكلم على عنده مشكله في الشرايه، وكان يا دكتور بيسالنا، ده تواصله مع الزملاء في الكنترول، بيسال على هو خده منه الحيازه وودى القطن المجمع، خدوا ادوا له سعر غير السعر، هو عمل فيهم محضر، هل دي مشكله اداريه وقانونيه ولا ايه المفترض يعمل بقى؟ شوف ايه السبب. وزن غير الوزن، وزن غير الوزن. يبقى فيه رطوبه عاليه، رطوبه عاليه، رطوبه عاليه. يعني بعض الناس مش هنقول بقصد او بغير قصد، يعني بدون قصد، سوء معامله لا محصول. يعني في ميه بتضاف علشان القطن يشربها، ف يعني احنا كنا بنعمل حاجه اسمها فرز وتجنيب في حاجه اسمها في حلقات التسويق دي، بتطلع لجان من هيئه التحكيم بتاعه القطن مع باحثين من معهد بحوث القطن، يتاكدوا من حاجتين، يتاكدوا من سلامة القطن أولا. تمام. وثانيا من مطابقته للصنف. 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 لا للصنف.
بيحصل خلط يعني؟ احيانا بيحصل خلط بين الاصناف. طبعا طبعا يعني انت عارف ان مثلا ده صنف فائق الطول هنا في المحافظه صحيح ب 6000 وانت عندك ب 4500 مثلا صنف طويل نفس اللون يعني لو ده ابيض وده ابيض محتاج عين كبير بقى. طبعا ما عشان كده بيطلع زي ما بقول لحضرتك هيئه التحكيم مع باحثين من القطن يتاكدوا ان ده الصنف بتاعنا ويتاكدوا ان ما فيش لعب فيه بمعنى ان مفيش خلط. تمام. يعني ممكن اجيب شويه من هنا على شويه من هنا علشان ومفيش اي يعني في كان احيانا بتحط بلوكات زي بردوره زي حاجه تدي لك وزن كبير بيحطوا ميه تشرب القطن يشربها فيتقل وزنه يعني تلاقي نفس الانتار نفس الحجم هنا وهنا ولكن تلاقي ده وزنه مثلا 170 180 وده وزنه 130 يعني الفرق ده. وكنا بنقول ان هو عمل محضر بالواقعه اكيد برضو فيه لجان مختصه هتكون هي الاكثر انصافا للطرفين طبعا واكيد حقه مش هيضيع يعني أكيد. لو رجعنا بقى للصنفين التانيين لحضرتك حابب تنوه عنهم. الصنفين اللي هم تبع منطقه طويل ابلي اللي هي الوجه الابلي دول الصنف 95 و98 دول من احدث الاصناف برضو وليهم مميزات مهمه جدا ان هم بيتحملوا التغيرات المناخيه اللي بتحصل. يعني 98 ده اتزرع في مناطق درجه حرارتها وصلت ل 50 وجاب محصول الحمد لله وكان مرضي جدا. وتاني حاجه انه عمره مده ماكسه في الارض قليله حوالي 160 يوم فده بيوفر مع طبعا المزارع شهر كامل مثلا من وبيوفر عمليات خدمه وري وميه وتسميد بالظبط وبيديله فرصه انه يزرع الشتوي في ميعاده مرتاح وما يكونش مستعجل في شيله من الارض علشان يزرع في بدايه الموسم. تمام استاذنك مشرفنا بالاتصال الحاج بدير من اهالينا من كفر الشيخ اهلا بيك. اهلا مرحبا بك يا باشا. الحمد لله اتفضل. والله انا ليا راي في حكايه المنظومه بتاعت تسويق القطن يا ريت يعملوا ايه. اتفضل. سامع حضرتك اتفضل. كان زمان البورصه بتاعت القطن بيديرها السماسره والسماسره كان لهم مكاتب اتصال بالخارج. تمام استاذنك طب نبعد يا حاج بدير بعد اذنك. القطن ده بيتحدد من بتوع الشركات بتوع البازار. استاذنك يعني نبعد بس يعني تسمعنا من التليفون. مؤتمن وحايد مع اللجنه. طيب انا سامع يعني صدى صوت حضرتك من الاستوديو فاستاذنك نبعد بس عن التلفزيون واسمعنا من التليفون عشان اسمعك اوضح من كده يعني ولكن سامعك اتفضل خليك معايا. أنا كويس. طيب هيتواصل معاك الزملاء في الكنترول هياخدوا السؤال بوضوح. وفاصل مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل نكلم ما زال الحديث متواصل عن محصول الخير القطن المصري. استنونا في بيت الخبرة المرشد الزراعي. مشاهدينا لو لسه الكلام على محصول الخير ومنتظرين كمان تليفوناتكم للتواصل بنتكلم على السياسه الصنفيه وازاي مشكله المزارع في التسويق. الدوله حطت ايدها بقوه علشان خاطر تقدم اعلى سعر للمزارع المصري وهنعرف السياسه الصنفيه الجديده من ضيفي عماد عبد العظيم عامر باحث اول بقسم بحوث تربيه القطن. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. حضرتك بتكلم على السياسه الصنفيه الجديده وجه بحري ووجه ابلي. جالنا سؤال في الكنترول بيتكلم على ملوحه التربه بتاثر على الانتاجيه ولا لا. هو يعني من حسن الحظ ان محصول القطن يعتبر من المحاصيل المتحمله للملوحه بدرجه كبيره. بالعكس هو يعني بيعتبر من المحاصيل المحسنه للتربه في حاله زياده ملوحتها. يعني في أكبر مركز بيزرع في محافظة الشرقية بيزرع قطن وبيجيب عائد كويس للمزارع هو مركز صان الحجر بيزرع حوالي 7000 فدان على مية صرف
على مية صرف, على مية صرف ويطلع ويدي أحلى محصول وأعلى عائد, يعني بيعتبر هو بيزود شوية يعني يعتبر محصول تبادلي مع المحصول القمح, فده شتوي وده صيفي, فبيحصل على أحلى أعلى معدل أو أحسن أفضل عائد من الأرض. لذلك هم بيحبوا يزرعوه لأنه محصول محسن للتربة, وفي نفس الوقت أنه بيجيب عائد كويس للفلاح لما يزرعه. ما يأثرش زراعته على الصرف أو على الرتبة بتاعته؟ لا دي حاجة لا, هو في لحد دلوقتي الحمد لله, ما أنا بقول لحضرتك أنه متحمل, كونه بيتحمل يعني بيقاوم تأثير الملوحة على النبات سواء محصول أو جودة. تمام, مشرفنا بالاتصال من اهلنا من اسماعيليه الحاج محمود, اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله بخير. ممكن اسال الدكتور بس هو بيستحمل ملوحه جديده الكوب؟ سامعك الدكتور, بتسال على الملوحه؟ يا دكتور هو بيستحمل ملوحه جديده دكتور؟ والله يعني هو حسب هتسال. طيب هو بالنسبه انت قست البي اتش بتاعه والملوحه اللي عندك في الارض قستها قد ايه؟ طلع كام النسبة؟ 4000 جزء في المليون. 4000. والبندر بسلة فيها بحلو. تمام. ال4000 ده كويس بالنسبة. هو طالما البنجر مشي فيه هتلاقي القطن بيمشي فيه. تمام. يعني دايما بيبقى فيه تبادل ما بين الـ 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 البنجر والـ والقطن. تمام. في حالات كتير. طالما البنجر مشي القطن يمشي؟ إن شاء الله. هو الدكتور بيأكد لك ان طالما بما انك زرعت بنجر ونجحت زراعته فبالتبعية زراعة القطن هتنجح ان شاء الله تعالى باذن الله. نجحت وجدت انتاج عالي ما شاء الله, ربنا يبارك لك يا رب. كمان مشرفنا الحاج حسني من الشرقية, اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من مين؟ انا كلمت الدكتور لو سمحت. سامعك الدكتور, اتفضل. لو سمحت يا دكتور اتفضل. انا عندي 5 سدن في الارض الجديدة بزرعها كلها تميز, وعايز اصناف قطن لان الفتن ما بيزرعوش. حاضر. هو ارض جديده وزرعت دوره قبل كده بس يعني المحصول ما كانش يعني مجدي للدرجه يعني. طيب لو في اصناف جديده حضرتك تقول عليه. حاضر, هتسمع الاجابه دلوقتي. اولا هو اراضي إيه؟ جديده في منطقه ايه؟ المنيا. المنيا بس هو اراضي جديده مش مهم. تمام, هتسمع الاجابه تحت امرك. حاضر. القطن من المحاصيل اللي بتجود يعني في الأراضي الجديدة. تمام. في أراضي الاستطاعة, ولكن هو بيبقى اقتصاديا مكلف شوية, بس مع الأسعار الحالية هيبقى مجزي. بمعنى إيه؟ إن طبعا إحنا عارفين الأرض الحديثة بتبقى فقيرة في المادة العضوية وفي المواد المادة اللي هي العناصر الغذائية للنبات, فعشان كده بيضطر يديها على هيئة سماد, فده بيرفع التكاليف شوية. إنما مع العائد المجزي دلوقتي الموجود حاليا هيبقى إن شاء الله. والأصناف اللي هي الصنف الحديث زي ما قلت لحضرتك اللي هو جيزة 95 و98, فيهم ميزتين قلنا إن هم بيتحملوا الملوحة وبيتحملوا الحرارة, وده يعني أحد الاثنين دول هتلاقيهم موجودين في الأراضي الحديثة المستصلحة إن فيها ملوحة عالية, وهتلاقي إن فيها طبعا عشان الجو مكشوف هتلاقي التغيرات المناخية حر جدا في الصيف وبرد في الشتاء. جيزة 96 جيزة 95 و98 يعني هم كده قلنا إن هم لأصناف الوجه القبلي. تمام. 95 و98. تمام. فهو في منطقة المنيا 98 خصوصا إن شاء الله يجيب معاه عائد كويس ومرضي. تمام. مشرفنا بالاتصال الحاج عاطف من اهلنا من البحيره, اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اتفضل. عاوزك من استفسار مع محافظ البحيره, انا استفسر من حضرتك المعهد الصح في زراعه القطن عندنا من شوف اخر 3 او شهر 4 سنه اغلبيه العالم بتزرع في اخر 4. تمام. هو انا عاوزين نعرف يعني الصح بالنسبه لنا هنا الزراعه يبقى في اخر 3 ولا في شهر ولا في اول 4 مثلا. حاضر. بيسال على الميعاد المناسب لزراعه القطن في البحيره, بيبقى اول 3 ولا اواخر 4 كده؟ انا صح؟ انا الصوت اصلا مش واضح قوي عندي, لكن انا يعني بحاول اجمع مع حضرتك. ايوه في اخر 3 وهو 4 مثلا.
اواخر ثلاثة ولا اوائل أربعة؟ هو من البحيرة. البحيرة فعلا. قول له انت بتزرع في خمسة حتى؟ طب الدكتور من الابشار خمسة، من الابشار خمسة. طيب هتسمع الإجابة يعني. البحيرة. أنا ممكن أجاوب؟ اتفضل. لا أنا طبعا من باب الدعابة يعني مش أكتر لك، بما إنه بيزرع في خمسة فطبيعي منطقي إني يزرعه في أربعة تمام، ولا ده بدري؟ لا هم في البحيرة أحيانا بأكتر محافظة بتأخر الزراعة هي البحيرة، أحيانا بيوصلوا بيزرعوا في أول شهر ستة. تمام. لذلك فأنا بسأله يعني أنت بتزرع في خمسة حتى؟ بيقول لك أنا بزرع في خمسة. طب الصح بقى أو هو الصح أنسى. يعني إحنا دلوقتي هو الأصناف الجديدة اللي إحنا عملناها، والأول برضو يعني الخبرات المتراكمة لدى الفلاح المصري مش عاوز يستغنى عنها ويسيب جزء منها للعلم، وال يعني هم في دماغهم إن يعني زمان كن في حوالي من 20 سنة كنا بالمعاد الموصى به النص الأول من منتصف شهر فبراير الى منتصف شهر مارس للوجه الابلي، ومن وشهر خلال شهر مارس للوجه البحري. الوقت الكلام ده مع الاصناف الجديده احنا قلنا ان احنا عملنا اصناف بتتحمل اولا قصيره العمر شويه وبتتحمل التاخير في ميعاد الزراعه علشان المزارع يقدر يحصل على قلنا محصول شتوي ويكمل الموسم بتاعه. فإحنا دلوقتي لما بيزرع في آخر أربعة وأوائل خمسة هيحصل على عائد مجزي جدا. تمام. فيعني ده الحمد لله من أحد إنجازات الجهود معهد حوش الأرض. مش فكرة أنه يتخلى عن قناعاته، لا هي فكرة تكامل ما بين خبرته هو ومن بحثه وبحث العالم اللي هو، لأن أكيد برضو مش اعتباطي أنا قاعد 10 سنين أدرس في أو أطلع صنف مقاوم للأمراض يبقى مبكر في إنتاجه وزيادة إنتاجية وانا لازم اتقبله كفلاح يعني. فهو ده التكامل اللي احنا بنقول عليه وده دور المرشد الزراعي. بالظبط. استاذنك مشرفنا بالاتصال الحاج مصطفى من اهالينا من كفر الشيخ، اهلا بيك. حاج مصطفى. ايوه السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. ما زرعت ايه يا دكتور؟ ورقات هل تغير عليها ولا بتقوي عليها؟ طب انا استاذنك بس تسمعنا من التليفون بعد اذنك ونقفل التلفزيون. أو نبعد عن التلفزيون. ماشي يا دكتور. اتفضل. بقول زراعة القطن ورا محصول الغلة بتجيب إنتاجية عالية ولا ما بتجيبش إنتاجية عالية؟ زراعة القطن بعد محصول الغلة. الغلة. تمام اللي هو حاجة بتتحمل على تمام. لا لا مش بتحمل بعديه. حاضر هتسمع الإجابة دلوقتي. ما إحنا لسه كنا بنتكلم حالا إن جهودنا بتقليل فترة ماكس المحصول في الأرض سمحت للمزارع أنه ياخد المحصول شتوي اللي هو اللي بيبقى غلة بيبقى بنجر بيبقى يعني أي محصول شتوي وبياخده بيتمم معاه الموسم بتاعه، لأن احنا بنخلي الأرض في أوائل 11 ممكن بيزرع الشتوي لحد 5 بيبقى معاه فترة ان هو يحصل على كامل محصوله. لذلك زي ما بقول لحضرتك يعني احد النجاحات لينا ان احنا قدرنا نقلل فترة عمر المحصول في الأرض. بالظبط. فعشان كده بيخلي بدري يقدر يزرع بدري المحصول الشتوي، وبيتأخر في الزراعة فيقدر المحصول الشتوي ينضج ويكمل دورة حياته وياخد منه محصوله بالشكل المرضي. يعني مشكلة المزارع أي مزارع قطن أو أي محصول تاني إن أنا أسوق المنتج بتاعي. اللي حصل السنة اللي عدت خصوصا لمزارعي القطن كان شبه إعجاز بلا مجاملة بقى لأي جهة، لا ده حقيقي اللي حصل وحضرتك أنت بتكلم كشاهد عيان وصل لستة وخمسة وأربعة، ومشاهدينا بدأت العصرة إن قل من ستة لخمسة أو أربعة ونص، ما كانش إلا 1800 أو 1600. طيب احنا علشان خاطر حضرتك شايف ان المنظومة دي هتزود رقعة الزراعية تاني لمزارع القطن السنة دي او السنة الموسم اللي جاي ان شاء الله؟ والله ان شاء الله. هو كان احد المشاكل في الفترة اللي فاتت اللي هاوت بالمساحة المنزرعة من القطن موضوع التسويق. يعني التسويق كان صعب جدا على المزارع، فكان بيلف بالقطن بتاعه. يعني في ناس في سنة من السنين حرتت القطن في الأرض علشان جنيه كان هيبقى أقل، تكلفة الجني بتاعه أقل من تكلفة بيعه. ولكن الحمد لله مع المنظومة الجديدة للتسويق
اللي هي بتراعي السعر العالمي. المنظومة دي عبارة عن بتبدأ بسعر استرشادي عبارة عن هو السعر العالمي للقط. انت عارف حضرتك ان في بورصة للقط موجودة طبعا. او معظم المحاصيل الزراعية ليها بالظبط. فاحنا والناس برضو يعني لازم تتفهم ان البورصة دي زي ما ليها مزايا ليها عيوب. يعني انا ممكن زي ما حد من الاخوة المتصلين قال انا اللي راح متأخر باع بسعر اعلى. ايوة. لان انا ممكن في اليوم الواحد الاقي سعر وسعرين عرض وطلب طبعا. والبورصة بتطلع وبتنزل صحيح. يعني البورصة ليها حساباتها الخاصة. فانا ما اقدرش يعني هو الشركات بتعمل ايه او المسؤول المسؤولين بيجيبوا السعر متوسط السعر وبيبدأوا بيه المزاد. الشركات بتدخل تضارب حوالين السعر ده في حسب برضو الكمية المتاحة. فلو الكمية المتاحة قليلة الشركات بتتنافس ويعلى السعر علشان كله عاوز يحصل عرض وطلب. ده التسويق الحر. ونفس الحكاية يعني لما الكمية بتزيد أو الرتبة بتقل لازم يقل السعر. صحيح ده منطق. مشرفنا بالاتصال من الشرقية الحاج شعبان. أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فندم عايز اسال احنا يعني بطلنا نزرع القطن عشان مش ناجح معانا خالص. الدوده بتاعت اخر السنه بتضرنا خالص وبتبهدلنا. عايزين نعرف الميعاد المناسب ونوعيه تكون حلوه بالنسبه للارض بتاعتنا الكحله. يعني ارض كانت رمله وغلبناها ارض صمرا. في مركز ايه يا حاج شعبان؟ كفر صقر شرقيه. كفر صقر. حاضر هتسمع الاجابه دلوقتي. كمان مشرفنا بالاتصال من الدهليه الحاج محمد. اهلا بيك. اهلا بيك يا باشا. اتفضل. دلوقتي اولا انا بالنسبه لبرنامج حضرتك محترم ده الو سامع حضرتك. سامع حضرتك. شكرا ليك. اولا بنشكر برنامج حضرتك على القناه المحترمه طبعا اللي بتحل مشاكل الفلاحين مصر كلها بالكامل. شكرا ليك يا فندم. عايزين نشوف ممكن يبقى فيه زراعه وانت واحنا بنزرع الغله قبل ما الغله تتضم وممكن نزرع القطن قبل ما الغله تتضم مثلا بشهر. الغله ممكن مثلا بنزرع مثلا الغله شطاره. اتفضل. ويبقى في مكان لزراعه القطن يتربى مع الغله ولا لا؟ لان طبعا لما الغله بتتضم الغله ديت لما بتتضم بيبقى الارض بتتاخر عن زراعه القطن لان بتبقى مثلا حوالي من 15 5 او اول 5 بتاخر القطن محصول القطن وبيطلع ما بجيبش انتاجيه. حضرتك تعليق. ممكن القطن يتزرع مع الغله في اخر ريه للغله. حاضر هتسمع الاجابه دلوقتي تحت امرك. حابب ايه بقى؟ احنا لينا تعليقين على الاخ اللي هو كان من محافظه الشرقيه. محافظه الشرقيه يعني من المحافظات اللي يعني احنا في حاجه اسمها الحمله القوميه للنهوض بمحصول القطن. محافظة الشرقية لينا نشاط عالي جدا فيها ومركز كفر صقر وولاد صقر اللي هو بيتكلم عليه لينا احنا بنروح كل بمعدل كل شهر في ندوة إرشادية بتتعمل هناك في كل المراكز. لينا هناك بنروح الزقازيق وديار بنجم وبنروح كفر صقر وولاد صقر والحسينية وصان الحجر. ست مراكز كل شهر لينا ندوة إرشادية وفي حقول إرشادية نموذجية بتتعمل وبيتابعها دكاترة معهد بحوث القطن مع مسؤول أخصائي القطن في المحافظة الشرقية وأخصائي القطن في المراكز نفسها. وكل شهر بيبقى لينا اجتماع معاهم وبنقول لهم على التوصيات والتوجيهات المطلوبة أو المراد تنفيذها للحصول على أعلى محصول. وبالفعل يعني انا في سنه من السنه اللي قبل اللي فاتت كنت ماسك مركز صان الحجر وكان الحقل الارشادي اللي كنت مسؤول عنه جاب 14 انطار للفدان رغم ان بقول لحضرتك بيروا بميه صرف. وكان معالي الوزير الزراعه ساعتها كرم الناس اللي هي كانت متميزه و ما شاء الله ده رقم مفرح طبعا جدا. ويعني بقول لحضرتك اولاد صقر وكفر صقر من المراكز اللي هي مشموله بالندوات الارشاديه والتوجيهات دي باستمرار. تمام. مشرفنا بالاتصال من اهلنا من البحيره الحاج اسماعيل. اهلا بيك.
حاج اسماعيل. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. اسماعيل من البحيره. اهلا بيك، اتفضل. عايز نعرف بس مواعيد الزراعه. حاضر. مواعيد الزراعه بتاعت القطن والمناسبه يعني. حاضر، هتسمع الاجابه دلوقتي تحت امرك. مشرفنا بالاتصال الحاج عبد الله من البحيره. اهلا بيك. الفيوم يا باشا، من الفيوم. من الفيوم، اهلا بيك وبكل اهالينا في الفيوم. اهلا بيك، ربنا يبارك فيك. لو سمحت انا عايز اسال الدكتور على زراعه القطن في محافظه الفيوم. ممكن ازرع اخر 4 على 25 اربعه ممكن عشان يكون حصلنا القمح يعني. يعني الميعاد المناسب. ايوه الميعاد المناسب. حاضر، هتسمع الاجابه. كده احنا بنتكلم على مواعيد الزراعه. واحد ضفنا مشاهدينا من البحيره الاول. الاول الاخ اللي بيسال عن انه عاوز يزرع في وجود القمح. تمام. الحقيقه ما سابتش ابدا تحميل القمح مع القطن. يعني احنا دايما بنحمل محصولين متفقين متفقين في الموسم. يعني انا ممكن احمل سمسم مع قطن، احمل بصل مع قطن، انما ازرع القطن في وجود القمح. اولا القطن بديراته حساسه جدا، حساسه. لذلك احنا ما بنقدرش نضغط عليها في مرحله البادره. هو عاوز يبقى نبات القمح في اخر عمره وبادرات القطن طالعه تحتها. طب منين هتجيب ضوء وهتجيب وتحصل على احتياجاتها الغذائيه؟ علشان خاصه البادره في اول مراحل عمرها تبقى يعني زي الطفل الصغير، عاوز رعايه خاصه. صحيح. طيب ميعاد الزراعه كده في البحيره. ميعاد الزراعه في البحيره يعني احنا بنقول ان الوجه البحري لحد اول 5 مقبول ومعقول وهيحصل على عائد ان شاء الله. انما مشكله البحيره زي ما بقول لحضرتك انهم بيتاخروا لحد شهر 6 كمان. ما دي يعني تبقى حاجه شخصيه من المزارع، لكن الميعاد المناسب حضرتك يعني بتقول في اوائل 5. يعني نص 4. لاوائل 5 ده ميعاد مناسب جدا لاخواننا. طب وبالنسبه للفيوم؟ الفيوم لا، الفيوم بتبع بتعامل معاملة الوجه القبلي قبل كده بشهر كامل. ليه؟ لأن يعني قبل نص 4 ميعاد ده من نص 3. يبدأ نص 3 وممكن قبل كده. ميعاد الزراعة ده اللي بيحدده هو مش اعتباطي كده. ميعاد الزراعة بيحدده درجة حرارة التربة. بيقول لازم تبقى درجة الحرارة معينة، يبقى 15 درجة لمدة 10 أيام على الأقل متوالية، علشان يحصل الدفء المناسب للبذرة وتقدر لما تنبت تاخد احتياجاتها من الحرارة ومن الرطوبة اللي حواليها ومن العوامل الجوية الأخرى. تمام. فالحرارة أساس الإنبات في نبات القطن. تمام. مشرفنا بالاتصال من أهلينا من إسماعيلية الحاج أحمد. أهلا بيك. الله يخليك يا فندم. اتفضل. زيد فضلك يا رب. دلوقتي بالنسبه للقطن في الاسماعيليه، هل ينفع انت تزرع الطماطم؟ تمام. بيسال على وفي نفس الوقت يا دكتور، هل له ميكنه للحصاد؟ لان العماله في الاسماعيليه بالنسبه للقطن ما عندهاش اي خلفيه خالص، لانه ما اتزرعش هنا في الاسماعيليه. لا حاضر، هتسمع الاجابه. ده سؤال جديد وبيلفت النظر. ان المساحات في الاسماعيليه مش كتير، يعني مش بيستهوى المزارعين ولا طبيعه الجو؟ اولا الاراضي في الاسماعيليه مش طينيه زي اراضي الدلتا والوادي، اقرب للرمل. بالظبط. علشان كده زي ما بنقول ان اقتصاديات المحصول هناك هتبقى مختلفه. الحاجه الثانيه ان هو عاوز يزرع بالتنقيط فيزود التكلفه على الارض، على المنتج، على المنتج نفسه. فده هيبقى اقتصاديا اعتقد يعني. انما كجوده محصول احنا قلنا انه المحصول القطن من المحاصيل اللي هي بتجود في مدى واسع من الاراضي. الميكنه هو للاسف ان احنا الميكنه هو محصول القطن وعندنا اصناف قابله للحصاد الالي، ولكن المساحات المتاحة من الزراعات غير اقتصادية برضو. علشان أجيب مكنة بكذا ألف جنيه تجني لي 6 قراريط ولا فدان، لا ما اقتصاديا ما تنفعش. دي عايزة أحواض كبيرة. بالزبط. أو مساحة يعني كبيرة. لو كان زي أيام التركيز في الدورة الزراعية كان بالزبط، كان يبقى بحوض على بعض وزمام على بعض وبيبقى معروف إن ده قطن، فكان ممكن.
انما دلوقتي يعني احنا بنحاول نشوف ماكينات حصاد. يعني للاسف ان معظم الماكينات اللي كانت موجوده وعملنا عليها بحوث كانت ماكينات كبيره فعاوزه مساحات، علشان يعني تخيل حضرتك ان الفدان المكنه بتعمله في نص ساعه، فحاجه ممتازه جدا وموفره جدا، ولكن عاوزه زي ما بقول لحضرتك حيازات كبيره ومساحات كبيره او تجمعات، يعني ممكن مزارعين جنب بعض يتعاونوا ويزرعوا مساحه كبيره على بعضها بحيث تستوعب الجني الالي ده. بحكم السؤال اللي فرض نفسه في حلقتنا النهارده، مشاهدينا كتير بيسال على الاسعار المتفاوته وبعض المعاملات اللي هي خطا كانت من البعض فخلت السعر متفاوت. يعني في حد قال ان الرتبه الثانيه اتبقى الجنية التانية اتبعت اغلى من الاولى، فاكيد في الشاهد من سؤالي اكيد في اخطاء معينة اتعملت من قبل المزارعين. بحكم المعايشة ايه بقى الغلط اللي عملوه وبتنصحهم لا بلاش نعمل ده فيدينا مثلا اسعار اعلى؟ يعني احنا بنقول يعني احنا كنا بننصح المزارعين ابدا ما يأخرش الجنية الاولى. الحاجة الثانية ان في حاجة اسمها عب الندى. عب الندى اول ما اللي بيجمعوا الصبح بيجوا بيبقى لسه في رطوبة وفي ندى على النباتات، وخاصة القطن الزهر الياف القطن بتبقى عليها مية. فبننصح برضو انه بيعمل مفرش في جنب من اجناب الحقل وينشر فيه عب الندى ده عشان ينشفه، علشان زي ما قلت حضرتك ما يرفعش نسبة الرطوبة ويقلل الرطبة، لان بيرفع درجه الحراره بتاعه الباله اللي فيها او الكيس اللي فيه القطن، وده بيسمح بنمو الحشرات ونمو الفطريات. الفطريات دي بتعمل تفاعلات مع الالياف بتقلل الرطبه وبتسبب خسائر كبيره للغزال وللصانع بعد كده. فإحنا بنقول يعني كنا في حاجة اسمها الجني المحسن، ودينا فيها دورات ودينا فيها يعني كل زي ما بقول لحضرتك الحملة القومية دي بنروح نخصص شهرين كاملين، يعني ندوتين في كل مركز عن الجني المحسن. يا جماعة هنعمل كذا، أحط في أجولة خيش، ما أحطش في أجولة بلاستيك، أخيط بدبارة دبارة وليس بخيوط بلاستيك، الجنية الأولى تنفصل وتتسلم والجنية الثانية تتأخر شوية، الأحبار اللي بيكتبوا أساميهم على الكياس من برة تلاقي الحبر واصل للقطن جوه وسبغه، فده يعني دي اهم دي اهم المعاملات اللي هي الخاصه دي في الجني بس الخاصه يعني بالاخطاء. ولكن ان شاء الله على امل ان نخصص حلقه او حلقات تانية عن محصول الخير الدهب الابيض القطن، مشاركتكم مشرفنا باذن الله. تحياتي ليك يا دكتور، ربنا يخليك. اشكرك. مشاهدينا خلص حلقه النهارده، ورب نكون قدمنا كل ما هو جديد ومفيد وافدنا مزارعينا مزارعي الخير القطن المصري. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من بيت الخبره. المرشد الزراعي في امان الله.